مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة والتي تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار. نناقش اليوم تطورات خطيرة على الساحة الإقليمية، ففي ظل التوترات المتصاعدة نشهد تحركات عسكرية واسعة تؤكد أن المنطقة قد تكون على شفا مواجهة كبرى، حيث يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم كبير على إيران، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف تل أبيب. تصعيد خطير يحمل في طياته العديد من التحديات والمخاطر على المنطقة ككل. هذا هو ما سوف نناقشه في هذه التغطية المباشرة، لعلنا نتابع. أهلا بكم من جديد. أعلن حزب الله قصف قاعدة رام دافيد الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية تزامنا مع اشتباكات لقوات حزب الله اللبناني مع قوات مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تقدمها تجاه محيط البلدية في بلدة العديسة الحدودية جنوب لبنان. على الصعيد المقابل، شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة استهدفت مباني بثلاث مناطق، هي برج البراجنا وشويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. على حرب غزة فتح فيه حزب الله جبهة ضد إسرائيل نصرة للغزيين البواسل، ليأتي التصعيد في لبنان ويشهد قصفا متبادلا بين مقاتلي الحزب وقوات الاحتلال الإسرائيلي. اشتباكات عنيفة يخوضها حزب الله مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في وقت دوت فيه انفجارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت. في غضون ذلك أفاد حزب الله بأن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة معادية في محيط بلدة العديسة وأجبرتها على التراجع بعد أن أدت الاشتباكات إلى حدوث انفجار ضخم في القوة الإسرائيلية المتقدمة، ما أسفر عن العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال. في الوقت ذاته استهدف حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كفر يوفال بصاروخ موجه، وتجمعا آخر لجنود الاحتلال في كفر جلعادي بقصف صاروخي، في أعقاب استهدافهم آليات وجنود إسرائيليين بالمدفعية بمنطقة سهل مارون الرأس بجنوب لبنان، وأوقعوا إصابات مؤكدة. من جانبها قدرت الحكومة اللبنانية عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالي 1.2 مليون شخص، يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدة من بيروت. في المقابل شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة استهدفت مباني بثلاث مناطق، هي برج البراجنة والشويفات وحارة حريك بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة إنذارات لسكان هذه المناطق تطالبهم فيها بضرورة إخلاء منازلهم على الفور. ولم يكتفي جيش الاحتلال بقصف المباني السكنية الآمنة، إلا أن دور العبادة لم تسلم من فوهة نيرانه، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مسجدا مجاورا لمستشفى صلاح غندور في جنوب لبنان. مصير غامض تنتظره المنطقة وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع واندلاع نزاع واسع النطاق في الشرق الأوسط قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى للعدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة وأوقع الآلاف من الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود. مشاهدينا في كل مكان، وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن من بيروت الأستاذ صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية. أستاذ صلاح، أهلا بك عبر شاشة قناة النيل للأخبار. أهلا بكم سيدي. نتحدث عن ضربات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، ضربات إلى الجنوب اللبناني، ضربات إلى إيران، وكما أعلن جيش الاحتلال اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بصدد الهجوم على إيران في ضربة مؤلمة. كيف تقرأ هذه التحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تقرأ مستقبل المنطقة في ظل ما يقوم به بنيامين نتنياهو؟
بالواقع يعني دولة الاحتلال تحولت إلى دولة العدوان، وليس فقط احتلال، هو نعم. عدوان بكل معنى الكلمة، ليس فقط على غزة ولبنان، حتى على إيران، وهذا ما يهدد بنشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط. نعم. أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي المتراخي مع حكومة نتنياهو وهذا السقوط الأمريكي المريب على الجرائم التي ترتكبها الإسرائيل بحق المدنيين سواء في غزة أو في لبنان، وهذا القصف العنيف الذي يستهدف الأحياء التقنية وقرى آمنة بكاملها ويحيلها إلى دمار، هو الذي يشجع حكومة نتنياهو صحيح. اليمينية المتطرفة على ممارسة هذه الأساليب العدوانية الإجرامية نعم حق صحيح. المدنيين دون أي رادع ودون أي حساب من أي مؤسسة أو هيئة دولية، حتى مجلس الأمن هو في حالة تعطيل كامل بسبب الهيمنة الأمريكية وبسبب الفيتو الأمريكي الذي يهدد بتعطيل القرارات الرادعة لهذا العدوان على إسرائيل الغاشم. نحن بالواقع أمام آلة دمار وحشية بربرية لا تقيم وزنا لأبسط المبادئ الإنسانية صحيح. ولا تقيم وزنا لأبسط قواعد الحرب الدولية. نعم. ومعظم الضحايا هم من المدنيين، وأصبح العدد البيوت والمنازل المهدمة في لبنان يفوق 5000 منزل، بمعنى هناك لواد وتشريد أكثر من 1,000,000 نازح من قراهم ومساكنهم في لبنان، فضلا اليوم عن استهداف المستشفيات في نعم سيد صلاح. يعني سيد صلاح اسمح لي، بما انك تحدثت عن هذا الركام الواقع في الجنوب اللبناني، هل بنيامين نتنياهو كل ما يسعى اليه هو فعلا القضاء على حزب الله، ام انه يريد ان يتوسع جغرافيا وارض محروقه ويريد ان يضم المزيد من الاراضي اليه؟ لا، هو بالواقع يمارس سياسه الارض المحروقه، ليس فقط يستهدف عناصر حزب الله او نعم. القضاء على حزب الله أو شل قدرات حزب الله كما ادعى في بداية العدوان، هو يمارس سياسة الأرض المحروقة في القرى الجنوبية على الحدود بهدف التقدم واحتلال المنطقة جنوب الليطانية، وهي تقدر بحوالي 30 كيلومتر بعيد عن الحدود اللبنانية، وهذا يعني عودة دولة الاحتلال إلى الجنوب اللبناني مرة أخرى بعد خروجها عام 2000 معارك التحرير التي خاضها لبنان والمقاومة اللبنانية والإسلامية في تلك الفترة ضد نعم. جيش الاحتلال نعم. هذا يمهد لاحتلال الأراضي اللبنانية من جديد من قبل العدو الإسرائيلي. نعم، الاحتلال احتلال الأرض اللبنانية أو الجنوب اللبناني تحديدا يتطلب أن يكون هناك هجوم بري أو أن يكون هناك تدخل بري. هل أستاذ صلاح وأنت من بيروت، إذن أنت أدرى وأعلم ويعني جدير أن ترد على هذا السؤال، هل يستطيع بنيامين نتنياهو أو جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يزحف بريا إلى الجنوب اللبناني، أم أن الجنوب اللبناني يختلف اختلاف كلي وجزئي تضاريسيا عن قطاع غزة؟ بالواقع يعني التضاريس اللبنانية تختلف جذريا عن واقع قطاع غزة. قطاع غزة كما نعلم مجرد أرض مسطحة نعم ومسطحة ودون وديان ولا جبال، في حين أن الجنوب اللبناني هو وديان وجبال وصخور، يعني والتضاريس مختلفة ومناسبة للمقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية، وهذا ما حصل في أول يومين صحيح. حول العدو الإسرائيلي التقدم واختراق الحدود اللبنانية، فمنع بأكثر من 20 إصابة، حوالي 20 إصابة قتيل من نعم. قوات وثمانية قتلى كما أعلن بداية نعم. وحوالي 40 جريح في نعم. أول في أول في أول يوم. نعم نعم، سواء لواء الليغوس أو لواء الغولاني، وهذه قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. والمقاومة حاليا اللبنانية تستفسر في الدفاع عن الأرض اللبنانية، ومع ذلك هناك قصف عنيف يستهدف القرى اللبنانية الحدودية تمهيدا للاجتياح البري. والمعلومات الأولية اليوم تقول أن العدو تقدم باتجاه دولة بلدة يارين واخترق خطوط الدفاع، ولكن
المقاومة مستمرة لصد عن الاحتلال البلدة والبلدات الأخرى. سيد صلاح، يعني الكل يعلم شاء من شاء وأبى من أبى أن حزب الله والجنوب اللبناني هو خط الدفاع الأول عن إيران. هل تعتقد أن ما يقوم به بنيامين نتنياهو هو القضاء على حزب الله تمهيدا لما هو بعد ذلك من مواجهة مباشرة مع إيران، خصوصا أنه أعلن أنه سيقوم بضرب وضرب مؤلم كمان؟ بالواقع يعني هي المعركة مع إيران يجب أن تكون مع إيران مباشرة وليس بالواسطة وليس على الأرض اللبنانية. حزب الله بالنتيجة تنظيم لبناني على علاقة تحالفية مع إيران، ولكنه حاليا يدافع عن الأرض اللبنانية وعن الكرة اللبنانية وليس عن حدود إيران ولا عن الأرض الإيرانية. وبالتالي استهداف حزب الله حاليا هو تمهيدا لاحتلال الأرض اللبنانية بالدرجة الأولى، للسيطرة على جنوب الليطاني بحجة تأمين سكان المستوطنات الشمالية في الأراضي المحتلة، وهذه ذريعة لمدى نتنياهو وحكومته. نعم، ذريعة واهية هذا العدوان السافر على لبنان والمستمر منذ أكثر من 8 أيام بكثافة نارية من الطيران غير مسبوقة في تاريخ الحروب السابقة بين لبنان. وهنا أيضا سيد صلاح، يعني هناك جزئية مهمة، هل من الممكن أن يؤدي هذا الضرب وهذا الاحتلال وهذه الطلعات الجوية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الجنوب اللبناني، هل من الممكن أن يؤدي إلى التفاف الشعب اللبناني أو لحمة الشعب اللبناني خلف ما يقوم به أفراد حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ بالواقع يعني هذا العدوان ساهم كثيرا في إعادة توحيد المشاعر اللبنانية وظهور هذه ظاهرة التضامن بين اللبنانيين، خاصة الذين فتحوا بيوتهم ومؤسساتهم لاستقبال النازحين من الجنوب ومن الكرة الأمامية أو سواء من البقاع أو من الضاحية الجنوبية. هناك تضامن لبناني كبير مع النازحين بشكل عام وخاصة مع المقاومين حاليا، لأن الخلافات السابقة بين حزب الله وخصوم السياسيين أصبحت خلفنا بمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان والذي يفوت قدرات لبنان على التصدي له. ولكن للأسف أن الترسانة الأسلحة الأمريكية هي بتصرف هذه الدولة العدوة وهذه دولة الاحتلال، وبالنتيجة تخوض هذه العربدة في الأجواء سواء في لبنان أو حتى ضد اليمن أو حتى ضد إيران أو أي بلد آخر بكرة في المنطقة. نعم صحيح. وهذا ما يهدد بنشوب الحرب الإقليمية الشاملة في المنطقة. نعم، أستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية كنت معنا من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا. ما زلنا في هذه التغطية المباشرة، أما الآن فينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل أهلا بك عبر شاشة قناة النيل للأخبار، كيف تقرأ المشهد ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ودولة إيران؟ جيش الاحتلال أعلن أنه سيقوم برد وأعلن اليوم أنه سيكون هناك رد قوي على ما قامت به إيران من إطلاق المسيرات وما شابه ذلك، هل تعتقد أننا بصدد حرب إقليمية؟ هل تعتقد أننا بصدد حرب عالمية؟ رؤية حضرتك للمشهد. تحياتي لك يا بداية. أهلا بكم. للمتابعات والمتابعين. المشهد الآن وخلال 48 ساعة القادمة سيكون مزيجا من الارتباك والخطورة. وأفسر. نعم. الارتباك نابع من أن هنالك أمرا جديدا قد حدث هذا الأسبوع، الرد الإيراني الموجع على إسرائيل والمعطيات التي جاءت بعده، والأمر الثاني هو المفاجآت الصادمة لإسرائيل مع بداية محاولة الدخول البري إلى الشمال بمحدود لبنان مع حزب الله. أمام هذين المعطيين هنالك إرباك وإرباك كبير، والأسئلة المطروحة هي كالتالي: هل ستذهب إسرائيل إلى رد؟ سيكون هناك رد بدون شك إسرائيلي ضد إيران، لكن هنالك فرق. إذا سيكون هذا الرد موازيا لما كان لإيران على أماكن عسكرية وإلى آخره شيء،
وإذا كان لأمور أكثر استراتيجية مثل المفاعلات النووية أو الإمكانيات الطاقة والغاز في إيران، أو اغتيال شخصية كبيرة جدا نعم. في إيران وما إلى نعم. ذلك، الأمور ستذهب إلى الهاوية وإلى المواجهة الإقليمية، بما معناه نعم. أن المؤشر الأول الأساسي إلى أين ذاهبة المنطقة هو بكيفية هذا الرد الإسرائيلي. إذا كان ردا متوازيا معناها أن إسرائيل التقطت الفكرة وفهمت الرسالة، أن أمام المعطيات الجديدة في الرد الإيراني وفي المواجهة البرية مع لبنان، عادت الأمور إلى توازن القوى والردع القائمة ما قبل هذا التوغل والتوحش بالشهر الأخير الإسرائيلي والتصريحات عالية السقف. وإذا لم يكن ذلك، نحن ذاهبون إلى مواجهة كبيرة إقليمية، التصريحات من جميع الأطراف تقول ذلك. ولكن علي أن أشير إلى نقطة أخيرة. تفضل سيدي. النقطة الأخيرة، توازيا مع الارتباك والخطورة، وهذا سيد المشهد الآن، هنالك تحت الطاولة وراء الكواليس وبالغرف المغلقة تجري تواصلات عديدة ومبادرات عديدة لحلول سياسية ودبلوماسية، ليس فقط المقترح الأمريكي الفرنسي، ليس فقط الاتصالات البريطانية الإسرائيلية البريطانية اللبنانية، ليس فقط زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دول الخليج أولا وبعد ذلك إلى لبنان. كل هذا يقول أن العديد من المبادرات تجري تحت الطاولة، كثير من الأمور ستتضح باليومين. دكتور سهيل، اسمح لي في هذه الجزئية تحديدا وفكرة الرد الإيراني. كل العالم شاهد أن الرد الإيراني عندما قصفت القنصلية الإيرانية لم يكن كما هو متوقع، وأن إيران انتظرت طويلا بعد ما قام به جيش الاحتلال من إبادة جماعية في قطاع غزة وتحول إلى الجنوب اللبناني بعد اغتيال إسماعيل شكر وإسماعيل هنية وفؤاد شكر والعديد من القادة، تأخر الرد الإيراني كثيرا. وعندما جاء الرد الأخير، هناك من يشكك في مدى قوة وجدوى هذا الرد، خصوصا أن جيش الاحتلال أعلن أن يعني الضربة لم تكن مؤثرة. هل تعتقد ووفقا لما تحدثت عنه أنتم الآن سيدي فكرة وجود محاولة لبعض تفاهمات أو محاولة للوصول إلى حل، هل تعتقد كما يعتقد البعض وهو قليل أن كل ما يضار هو يضار؟ وتحت هذه الكلمة أكثر من خط، لعلك فهمت المعنى. دكتور سهيل هل تسمعني؟ أنت سألت سؤال. نعم أنا أسمعك جيدا. تفضل سيدي. أنت سألت سؤالا مركبا ودعني أفككه نقطة نقطة. تفضل سيدي. بشكل يعني مختلف. النقطة الأولى هو أن هنالك فرق ما بين الرد الإيراني الأول والرد الإيراني الثاني. الرد الإيراني الأول في إبريل كان يعني منسقا مع أطراف دولية بما في ذلك الولايات المتحدة باتجاه أنه لا يمكن إلا أن يكون ردا، ولكنه مع توقيت وأهداف وأمور واضحة مسبقا. بينما هذا الرد هو جاء مفاجئا حتى للاستخبارات الإسرائيلية. إسرائيل أحد أهم أمور المقلقة لها بهذا الرد هي أنها لم تعرف مسبقا، واستخباراتها أخفقت مرة أخرى، ليس فقط بسبعة أكتوبر. النقطة الثانية بهذا الرد وتقلق إسرائيل كثيرا، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت غير قادرة لإسقاط هذا التهديد، وغالبية الصواريخ التي وصلت لم يتم استهدافها من قبل الدفاعات الجوية. وبين قوسين، كيف تم ذلك؟ برأيي تم ذلك أن لما إسرائيل تكون لوحدها
دون الغطاء الأطلسي ودون الغطاء الولايات المتحدة وكل مقدراتها في العالم، ودون التعاون مع أطراف عديدة إقليمية ودولية ومن منطقة الشرق الأوسط، هي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. هذه هي الحقيقة، وهذه هي الحقيقة الواضحة اليوم ليس لي وإنما أيضا واضحة للمحللين العسكريين الإسرائيليين، عندما يقولون أن 4 مباني هدمت في أهم معسكر طيران إسرائيلي في نفاتيم في الجنوب من قبل هذه المسيرات هذه الصواريخ، وعندما يقولون أن الأهداف كانت دقيقة ودقيقة جدا، وأنها كانت المرة الأولى يعني تستعرض إيران إمكانياتها والمخفي أعظم، هذا يقول أن الرسالة وصلت بما معناه. ثانيا، النقطة الثانية بهذا الموضوع هي حول طبيعة هل الأمور كلها مرتبة وكل شيء طبيعة العلاقة برأيي. نعم نعم، برأيي أولا كل الأمور ذات العلاقة. ماذا تريد إيران بنهاية الأمر؟ عندما انتظرت إيران أكثر من 2 شهر لتقوم بهذا الرد على إسماعيل هنية، هي أعطت مجالا وهذا واضحا للوعودات الأمريكية والوعودات الدولية أن هنالك شيئا ما يجب أن يتم بوقف العدوان على قطاع غزة، وكانت بكل التنسيقات مع الأطراف الفلسطينية والأطراف العربية والأطراف الإقليمية أنه من غير الممكن أن تكون إيران عائقا أمام إمكانية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نعم. للأسف الشديد الولايات المتحدة نقضت كل هذه الوعودات ولم تقم بأي خطوة خشنة تجاه إسرائيل بهذا الموضوع، ونحن نعرف ذلك والجميع يعرف ذلك، وأول من يعرف ذلك الوسطاء العرب مصر وقطر. والنقاش الذي دار بالشهر الأخير قبل التوغل الإسرائيلي للبنان والعدوان اللي قاموا على لبنان به، مصر وقطر قامتا بتصريحات علنية لأول مرة بهذا الشكل بأن من أعاق هذا التقدم هو نتنياهو وحكومته، ولكن أكثر من ذلك بدأ أيضا انتقادا يعني ناعما واضحا في الإعلام أن الولايات المتحدة لم تقم بما يجب أن تقوم به بالضغط على إسرائيل وباستعمال الوسائل الخشنة ضد إسرائيل، بل تماهت مع إسرائيل. وهذا النقاش كان ليس يعني مغلقا في غرف مغلقة، هذا النقاش كان أيضا كثير منه علنيا، وجاء على لسان وزير الخارجية المصري أكثر من مرة انتقادات ليس فقط لإسرائيل ونتنياهو بأنها المعيقة، وإنما أيضا بالموقف الأمريكي. نعم. وأيضا وزير الخارجية الأردني ووزراء آخرين. نعم. النقطة الثالثة بهذا الموضوع، تفضل سيدي. برأيي إيران، وهذه النقطة الأخيرة، إيران تريد أن تقوم بدورها من أجل أن يقف ويتوقف العدوان على قطاع غزة وعلى لبنان. كل شيء من الممكن أن يجلب ذلك، هذا هو الهم الأساسي، وبرأيي هذا أمر صحيح. نعم. يعني دعني حدث أمس بهذا الموضوع وهذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني، نحن نريد الوصول إلى تفاهم ووقف هذا العدوان. تتفضل أمريكا، يتفضل كل الدول العالم، يتفضل كل دول المنطقة أن يقوموا بخطوة لوقف هذا العدوان. نعم. يعني بنتي كل شيء. على الإطلاق لن يكون هناك حربا إقليمية من أطراف إيران والمنطقة. نعم. ولكن على أرض الواقع اليوم وآخر المستجدات، هو ما أعلنه جيش الاحتلال من أنه سيقوم بتوجيه ضربة، والكل يعلم والداخل الإيراني والعالم كله يعلم أن المستهدف دائما سيكون هو المنشآت النووية والمنشآت النفطية. ترى لو استطاع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يضرب ضربا موجعا، هل تعتقد أن الرد الإيراني أيضا سيكون موجعا؟ هذا أولا. ثانيا، هل استعدت إيران لحماية منشآتها النووية والنفطية من أي ضربات، خصوصا أن العالم كله يعلم أن يعني إسرائيل أو جيش الاحتلال يريد أن يستهدف هذه المنشآت تحديدا؟
النقطة الأولى هي هل إسرائيل ستقوم بهذا الأمر أم لا؟ هذا متروك لإسرائيل، هي تستطيع أن تقوم بهذه الخطوة أو بتلك الخطوة. نعم. هي تقرر ذلك، ولكن نعم. ما هي تداعيات أمر من هذا النوع؟ تداعيات أمر من هذا النوع ليس فقط أن يعني ثلاثة أمور لا يمكن أن يقبل النظام في إيران السكوت عليها. نعم. مهاجمة المفاعلات النووية وإمكانيات الطاقة. ثانيا مصانع الصواريخ البالستية. والأمر الثالث اغتيال شخصية كبيرة مثل المرشد الإيراني أو رئيس الحكومة وما إلى ذلك. نعم. هذه الأمور الثلاثة خط أحمر بهذا الموضوع، ولا يمكن السكوت عليها حتى ولو أدى ذلك إلى ما يمكن أن يؤدي إليه. نعم. هذا أولا. نعم. هل إسرائيل تفهم هذه الرسالة أم لا؟ وما هي إمكانيات الإيرانيين؟ برأيي إمكانيات الإيرانيين أصبحت واضحة أمام القيادة العسكرية الإسرائيلية، ورأينا ذلك بالرد الثاني. إسرائيل لم تجرب حتى الآن خلال كل تاريخها أي هجوم مباشر إسرائيلي من الأراضي الإسرائيلية للأراضي الإيرانية علنا. كل ما قامت به إسرائيل بعشرات السنوات الماضية من الثمانينات حتى الآن في إيران هي عمليات أمنية غالبيتها مخفية وتعتمد على الاغتيالات وعمل الموساد والاستخبارات العسكرية والمتعاونين معها من أطراف مختلفة بما في ذلك من داخل إيران. نعم. لم تقم إسرائيل ولا مرة بمهاجمة مباشرة بطائرات إسرائيلية أو أي وسيلة أخرى على إيران. نعم. فلذلك علينا أن ننتظر لنعرف هذه التجربة كيف ستتم، مردود هذه التجربة. نعم. ولكن برأيي أن إيران قامت بذلك مرتين، مرة بشكل مدروس ومتفق عليه ومعلن رسميا موعده لإظهار أننا نستطيع، والمرة الثانية باستعمال الوسائل، جزء من الوسائل التي لديها، وكانت النتائج يعني موجعة ولافتة لمن يفهم ويعرف. نعم. بالسياسة الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل. فلذلك علينا أن نرى التجربة الإسرائيلية الآن، ولأول مرة ستقوم بهذه التجربة. حتى الآن إسرائيل يعني لم تقم بذلك علنا. نعم. نراها تقوم بذلك علنا ولنعرف ما هي النتائج، ولكن نعم. أقول لك مما يجري في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله الآن، إسرائيل بدون الولايات المتحدة والغرب الأطلسي لم تكن لتستمر، هشة لا تستطيع أن نعم. تصمد. نعم نعم. أستاذ دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية من الناصرة كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا سيدي على هذه المساحة وعلى هذا الحوار. أفادت مصادر لبنانية بفقدان الاتصال مع القيادي البارز في حزب الله هاشم صفي الدين منذ أمس إثر ضربات إسرائيلية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. أضافت المصادر الأمنية أن الضربات المتتالية لجيش الاحتلال تعيق عمل رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الضربة الإسرائيلية التي يشتبه في أنها أدت إلى مقتل هاشم صفي الدين أحد أبرز المرشحين لخلافة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. في سياق متصل أفادت مصادر إعلامية أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني كانوا بصحبة هاشم صفي الدين. أكد عضو غرفة العمليات بوزارة الصحة اللبنانية هشام فواز أن الأوضاع في لبنان باتت تحاكي ما يحدث في قطاع غزة، حيث يتم قصف المستشفيات وطلب إجلائهم دون السماح لأي جهة للقيام بذلك. وأعلن المسؤول بالصحة اللبنانية خروج 4 مستشفيات عن الخدمة حيث تعرضت للقصف المباشر، ولم يتم السماح للجيش اللبناني أو الصليب الأحمر بإجلاء المصابين، واضطرت الفرق الطبية للإجلاء بالسيارة
السيارات المدنية، وأوضح أن عدد شهداء القطاع الطبي بلغ 113 شهيدا و132 جريحا، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 سيارة إسعاف وإطفاء وعشرات المراكز الطبية. وتم استهداف عدة مستشفيات بشكل مباشر. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها أجلت نحو 200 مواطن من لبنان، وقامت عدة دول بإجلاء رعاياها من لبنان بعد سلسلة غارات شنتها إسرائيل استهدفت العمق اللبناني، ما دفع العديد من الدول إلى الإسراع بتحديث خطط الطوارئ لعمليات الإجلاء من المنطقة. عقب تصاعد التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وضعت عدة دول من مختلف أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان، وقد نظمت بعض الدول رحلات طيران لمساعدة رعاياها في المغادرة، فيما يرتب البعض بأنفسهم إجراءات الرحيل. وأعلنت كوريا الجنوبية إعادة 96 مواطنا من لبنان على متن طائرة عسكرية، كما أكدت على استمرار بقاء الدبلوماسيين الكوريين في لبنان. الصين أيضا قامت بإجلاء أكثر من 200 صيني من لبنان، موضحة أن السفارة الصينية في لبنان ستظل قائمة لمساعدة الباقين في اتخاذ التدابير الأمنية. كما خصصت روسيا رحلة لإجلاء أفراد أسر البعثة الدبلوماسية في بيروت. بريطانيا بدورها قامت بإجلاء عدد محدود من رحلات الطيران العارض لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان، وقد غادر أكثر من 150 بريطانيا، كما نقلت ألمانيا 219 مواطنا، وتواصل إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة، مؤكدة على تقديم دعمها للآخرين الذين يحاولون المغادرة. من جانبها قررت الولايات المتحدة نشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في إجلاء الأمريكيين من لبنان، موضحة أنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من لبنان مع توفير مزيد من المقاعد للأمريكيين. أرسلت فرنسا حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة للاستعداد في إجلاء الرعايا الأجانب من بيروت. وقلصت إيطاليا عدد موظفيها الدبلوماسيين، وقد عززت قوات الأمن في سفاراتها في بيروت ودعت رعاياها لمغادرة لبنان، موضحة أنها تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات حفظ السلام في المنطقة. وأرسلت اليابان طائرتي نقل عسكريتين إلى بيروت لإجلاء رعاياها، وأعلنت تركيا استعدادها لتنفيذ عملية إجلاء محتملة من لبنان جوا وبحرا، والعمل مع حوالي 20 دولة لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا. من جديد أهلا بكم. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن الأستاذ إسكندر خشاشو الكاتب الصحفي بجريدة النهار. سيد إسكندر أهلا بك عبر شاشة قناة النيل للأخبار، ولو أردت أن تطمئن الجميع على الوضع الصحي في الجنوب اللبناني، خصوصا أن هناك قصف واستهداف مباشر للمستشفيات والمراكز الطبية، وهناك وفيات من استهداف أفراد الطاقم الطبي وصل إلى 132 يعني مستهدف، وأيضا العديد من الإصابات، فهل لك أن تضعنا على الوضع الصحي الآن في الجنوب؟ لا يمكن طمأنة أحد عن الوضع الصحي في الجنوب. الوضع ليس جيدا أبدا، بالعكس هو بحالة مزرية. والاستهدافات الإسرائيلية بالأمس لمستشفيين وهما من المستشفيين الأقرب إلى مناطق الاشتباك، يعني الاشتباك المباشر الذي يجري أو الاشتباك الذي يقف بوجه التقدم، هؤلاء أخرجا عن الخدمة بالمبدأ. إنما ما هو مطمئن ولو قليلا أن الجنوب اللبناني فرغ من الناس، لم يكن هناك ناس في الجنوب اللبناني. نعم، أن هناك نزوح. نعم، نزح الجنوبيون جميعهم إلى بيروت والشمال، ولم يعد هناك الكثير من الناس.
في الجنوب، انما من تبقوا لن يجدوا من يعالجهم. للحقيقه هو القطاع الصحي في لبنان بدا منذ انفجارات البيجرز الشهيره، جميعه ليس فقط في الجنوب، ان جميع القطاع الصحي على مستوى كل لبنان هو قطاع صحي متقدم وجيد يعتبر، فقد نصف امكانياته والان هو بحاله بشكل عام ليست جيده. نعم مطلقاً. يعني المس جيدا ما تحمله كلماتك ومفرداتك من هذا الاسى وهذا الحزن على الوضع، لكن ايضا دعنا نتحدث عن هذا امر واقع، تتحدث عن نزوح لسكان الجنوب اللبناني إلى بيروت، ولكن دعني أتحدث عن الجزئية الأهم. هناك من يستطيع أن يدافع عن الجنوب اللبناني أو بمفهوم المخالفة، هل يستطيع جيش الاحتلال أن يقتحم الجنوب بريا؟ لن تكون نزهة أبدا. بالفعل حزب الله ضربت قيادته، ضربت قياداته الوسطى، ربما ضربت اتصالاته، لكن مقاتليها على الأرض لم يضربوا. بالفعل هناك معارك تخاض ومعارك كبيرة جدا ومعارك بطولية من دون أدنى شك. خلال يومين أعتقد أن الإسرائيلي اعترف بحوالي 50 أو 60، هو أعتقد أن قتيل وجريح بكثير. نعم وأعتقد أن الرقم أكبر بكثير. العمليات التقدم عم بتكون كثير بطيئة، يعني بطيئة جدا، وربما هم يدخلون لفترة قليلة من الوقت ويخرجون. يعني حتى الساعة ليس لدينا أي تأكيد عن دخول كبير للجيش الإسرائيلي. رغم ما نسمعه في باقي الأراضي اللبنانية من جبهة الجنوب، تخيل معي يعني على بعد مئات الكيلومترات كمية القصف والمدفعية والقنابل وأصوات القذائف التي تهيئ لدخول الجيش، إنما حتى الساعة لم يدخل، وستكون المقاومة بوجهه عنيفة وعنيفة جدا. حزب الله مهيئ من 20 سنة لهذا الأمر. أعتقد أن إسرائيل يعني سيدي، هل ما زال حزب الله مهيئ للقيام بهذا الدور، خصوصا بعدما تم استهداف قيادات حزب الله من أعلى قيادة إلى الأوسط إلى الأدنى إلى أفراد كثيرة من حزب الله؟ هل تستطيع أن تؤكد أن حزب الله ما زال قادرا على أن يقوم بهذا الدور؟ لا زال حتى الساعة قادرا، من المؤكد أنه. أين المعطيات التي توحي لكم بذلك؟ هو فقد الكثير، يعني هن عم يعترفوا، هم يعترفون انهم فقدوا الكثير. انما لا زال حتى الساعه هذه المعطيات على الارض، ان كان من الجيش الاسرائيلي او ما يقوله حزب الله عبر بياناته، انه يعني بثلاثه ايام من محاولات التقدم لم ينجح الاسرائيليين. مع انه يعني على الرغم، اذا تريد ان تسالني هل الجيش الاسرائيلي يستطيع الدخول؟ نعم يستطيع الدخول. نعم يستطيع الدخول بريا، يستطيع، لكن هل يستطيع أن يثبت أن يبقى؟ هنا السؤال. نعم، والسؤال الأخير لك، واسمح لي سيدي في هذه الجزئية، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بضرب ومحو واستهداف قطاع غزة بالكامل، ثم انتقل وضرب الجنوب اللبناني، ثم ضرب بعض الأهداف في سوريا وضرب إيران، ويعني بصدد ضرب أيضا العراق وما شابه ذلك، ويعني غالبية جبهات الإسناد. كيف لبنيامين نتنياهو أن يفتح كل هذه الجبهات في نفس الوقت؟ بنيامين نتنياهو ليس وحيدا. بنيامين نتنياهو يعتمد بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الكبرى، هي القوة الكبرى الأولى بالعالم من حيث التسليح. ثانيا حتى الساعة بنيامين نتنياهو يتكل على التكنولوجيا والطائرات وسلاح الجو والصواريخ، وهذه غير موجودة بباقي الدول. وثالثا إسرائيل ليست وحيدة، هي مدعومة من أغلبية دول العالم. يعني بما أنها مدعومة، اسمح لي، هل من الممكن أن نرى أن هناك اتحاد ما بين جبهات الإسناد وتوجيه ضربة واحدة؟ أما أنه من الصعب؟ لا أعلم، أنا شخصيا لا أصدق هذه الجبهات بنفسها. يعني نعم، سأتكلم من موقع شوي شخصي، لا أصدق إيران،
بهذا الموضوع. فما يجري هو انا يعني حضرتك فتحت جزئيه في غايه الاهميه، ولكن للاسف يعني جرى بين زمن هذه التغطيه مسرعا، وان شاء الله تعالى يكون لنا يعني حوارات اخرى في تغطيات اخرى حول هذه الجزئيه تحديدا التي ذكرتها في الختام. واشكر السيد اسكندر خشاشو الكاتب الصحفي بجريده النهار كان معنا عبر السكايب. اذا مشاهدينا في كل مكان، سريعا مضى بنا زمن هذه التغطيه المباشره، ولكن خدمتنا الاخباريه تتوالى على مدار 24 ساعه. بعد هذه المساحة وعلى رأس الساعة القادمة نشرة إخبارية جديدة ومفصلة بصحبة الزميلين أشرف عبد الحليم ودينا أنديل. أما الآن فأترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.